أهلا بكم من جديد. بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشروع السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية. وخلال ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي عقد عن بعد، أكد سموه بأن هذا المشروع سيكون اختياريا وليس إجباريا بناء على دراسة مقدمة من الأندية الرياضية، مشيرا إلى أنه سيساهم في جعل المملكة تتجه إلى صناعة الرياضة وستفتح آفاقا جديدة للأندية بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل تمكين والبنوك التجارية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية والرئيس الفخري للنادي البسيتين الرياضي السيد عدنان أحمد يوسف. مساء الخير سيد عدنان، في حال إتمام هذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ما هي الأبعاد الاقتصادية التي سوف تترتب على المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم الشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة لنا. بالنسبة لفتح الباب لهذا الموضوع، سوف يجذب كثير من المستثمرين كانوا خليجيين أو أجانب للبحرين، وكذلك سوف يفتح الباب للمستثمر البحريني في إيجاد آلية أو إيجاد مشاريع يعني ذات عائد جيد. نعم. وهذه الفكرة صراحة فكرة جدا ممتازة، وأنا تذكرت من حوالي 12 سنة طرحت هذا الموضوع في مقابلة مع التلفزيون أو مع أخبار الخليج، وقلت أنه يجب الآن خصخصة النوادي ووضعها كشركات مساهمة وطرحها بالسوق. نعم جميل. سيد عدنان، كون البحرين بيئة جاذبة للاستثمار، هل سيفتح هذا القرار المجال للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية أيضا؟ أكيدا، لأنك قلت لك هذا سوف يفتح باب يعني للاستثمار من الخارج، يعني من الإقليم إقليميا أو داخليا من البحرين أو حتى دوليا. يعني في بعض الأندية وصلت إلى تقريبا المرحلة الجيدة اللي تقدر تطرح حتى أسهمها وتطرحها بالسوق الخارجي، ولكن هناك آلية يجب أولا يعني حل مواضيع أو المواضيع المعلقة للنوادي كاملة. نعم. وبعدها طرحها للسوق. أنا أظن أن هذه فكرة جيدة، ويجب يعني يجب علينا ان نتبناها، وكذلك نفكر في اندماج بعض الانديه. يعني يجب ان لا يكون هذه عدد الانديه كلها تطرح في السوق، لا، يجب ان يكون هناك اعداد قليله او اعداد معينه يمكن طرحها بالسوق. نعم جميل، كل التوفيق للأندية جميعا. السيد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس الفخري لنادي البسيتين الرياضي، شكرا جزيلا لك. عقد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل بتقنية الاتصال عن بعد مع مدير عام شركة CMEC الصينية المكلفة بتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة السيد وانغ ليون لبحث مستجدات الجدول الزمني لتنفيذ مراحل المشروع في ظل تداعيات فيروس كورونا. وتطرق الاجتماع إلى ما تم اتخاذه من خطوات تحضيرية لبدء تنفيذ المرحلة الأولى للمدينة الجديدة والمتضمنة على تنفيذ 1055 وحدة سكنية، حيث تم الإشارة إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية جراء الفيروس إلا أنه قد تم إحراز تقدم على صعيد تجهيز الموقع لبدء الأعمال الإنشائية والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري. أكد السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل التعاون البناء والإيجابي بين الغرفة والحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، مشيدا بالحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4 مليارات و300 مليون دينار التي تم إطلاقها في مارس وما اشتملت عليه من مبادرات وتسهيلات
للتخفيف من آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي كان لها عظيم الأثر في ضخ السيولة للأسواق المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم القطاعين الصناعي والتجاري وحماية الوظائف والأجور للبحرينيين. وننتقل الآن مشاهدينا لأسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1274 نقطة بارتفاع بنسبة طفيفة جدا، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الخدمات، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,200,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 193,000 دينار تم تنفيذها من خلال 28 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت على تباين بين صعود ونزول، وكانت أبرز المتقدمين في نهاية تداولات هذا اليوم بورصة الكويت التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 51%. استقطبت مملكة البحرين استثمارات مباشرة بقيمة 942 مليون دولار في عام 2019، وذلك بحسب النسخة الأحدث من تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد. وقد شمل التقرير رصدا لتدفقات الاستثمارات العالمية إلى جانب تحليل اتجاهات التجارة ودور السياسات التي تتبعها الحكومات في تعزيز التجارة الدولية. ورصد التقرير أن تدفق الاستثمار المباشر حول العالم بلغ تريليونا و450 مليار دولار، بما يعادل 1.76% من الناتج الإجمالي المحلي عالميا. وقد تخطت البحرين هذا المعدل العالمي، إذ بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة فيها نحو 2.45% من مجمل الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تنجح فيها المملكة في استقطاب استثمارات في محيط المليار دولار. أحرز بنك الخليج الدولي 3 جوائز عالمية، حيث نال البنك لقب رائد المعاملات التجارية في البحرين لعام 2020 من جوائز رواد المعاملات التجارية الممنوحة من قبل مجلة جلوبال تريد ريفيو. إضافة إلى ذلك، فقد حصد البنك جائزتين من جوائز المبتكرين لعام 2020 الممنوحة من مجلة جلوبال فاينانس، اعترافا بقدراته وإمكانياته في تمويل سلسلة التوريد. ساهم البنك الأهلي والمتحد في حملة معا نهتم التي أطلقتها محافظة العاصمة من خلال توزيع المواد الغذائية على العوائل البحرينية والمتضررة من أزمة فيروس كورونا. وقد نوه عثمان حجازي رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة العاصمة والمبادرات العاجلة والمتميزة التي قامت بها في الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. فرنسا تؤيد حكم تغريم جوجل لانتهاكه قوانين الخصوصية الأوروبية.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة على المستوى الخليجي والعربي، فيما جاءت في المركز 43 عالمياً. ووفقا لتقرير صدر عن شركة ستارت أب بلينك تحت عنوان النظام البيئي للشركات الناشئة 2020، جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني خليجيا والخامس والسبعين عالميا ضمن تقرير أفضل الدول الحاضنة للشركات الناشئة. ونوه التقرير أن أحد الأسباب المؤدية لاحتلال هذه المراكز هو الدعم الحكومي لهذا القطاع في البلدين. أيد مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى محكمة إدارية حكما صدر العام الماضي يغرم شركة جوجل 50 مليون يورو بسبب سوء استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين لأجل نشر إعلانات. واعتمد القضاء على إصدار هذا الحكم على قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية بالاتحاد الأوروبي، ورغم أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة جوجل، إلا أنه كان لها وقع خاص بحكم أنها الغرامة الأكبر التي تفرض من أجل انتهاك كهذا.